أنا يا مليحة ما عاد فيني صبر، وأسرة المسافة كتير بيني وبين القبر، وبعد ما كانت الضحكة بتمي شبر صار وشي مثال للبشاعة والقهر، وقسما بالله الكلمة عم تطلع من تمي غصب، والتفاؤل بمستقبلي مع جوزي صاير صعب، وخايفة من دوام التفكير ينفجر راسي ومن كتر الزل يتبلد إحساسي. اضرب عليك يا درية، ما كنت متوقع أنه أسمع منك الخبرية، بس يا ترى شو هو الداعي والسبب اللي خلى عيشتك لا تأخذيني مثل الدبا؟ جوزي يا مليحة، جوزي هو السبب، والعشرة معه بتضرب على العصب. إيش وعدة ما بدأ؟ بعلمي أسعد منكم بهالكون ما في حدا. صحيح، بس مدري شو صاير له لجوزي بعيد من هون، بيتمسخر علي وبيسبني مثل مسلسلات التلفزيون، وأظهر كلمة بيقول لي إياها يا حمارة ويا دبة، وإذا حبي لاطفني بيقول لي أنت وفية مثل الكلبة. واحترت معه شو بدي ساوي، لأنه كل ما فات على البيت بيسمعني هالبلاوي. وشو عم ياكل هاد حتى عم تطلع معه هالألفاظ؟ إيشو بيعرفني؟ روح قلبه يشوف يلي قدامه مغتاظ، لو عمره ما مدحني بكلمة وما في بقلبه جنس الرحمة. ويا ما قايلت له إذا ما بدك تمدحني ما تسبني وتكركبني، إلا إنه مو شطارة منك تجرحني، لأني من استمساكي تركبني. إيه وشو رح تعملي مع هالمعتر؟ لك هينك تكراره شو إنه رزيل وأزعار. محتارة بأمري يا مليحة، لأنه زودها كتير وفاحت الريحة. والله يا درية إذا كان عم بهيني طلقي واحسبي الله ما خلقه، وإذا كنتي معتبرتيني من محبيني ارفسي العن اللي طرقه. هو بيني وبينك قبل ما أطلع وأتبهدل عم أقول لحالي بركي إذا طولت بالي بيرتدع. وشو عرفك لبين ما يتعدل؟ قلبك من جوا يلتدع وتصيري كركمة وختيارة ومالك حافظة من كلامه الحلو والعبارة. اي والله والله ما يكون عندي هيك زلمة عجبي قبل ما يبلع ريقه، بفزر راسه بمدقة الكبة وبدق مثل النشابة بحوانيقه. اي لكن انا ما عندي لعب يا درية، كل شيء الا طولة لسان، واذا طلعت معي العصبية دغري بيركبني لجنان. لا تشوفيني ضحوكة وبشوشة وبحب الناس والخلق، كل شيء بقبله الا اني يكون تشتوشة وجوزي عم يتمسخر علي مثل العلق. بولول عليه وبسحبه من الشوشه وولولت الحبل اجا حط طلق، لانه مهما كانوا رجال اكابر ونسين الا ما يجهلوا ويتحاون. الله وكيلك انا ضابعته لجوزي ياسين وكل شيء من اوله ما اهونه. طلقي طلقي ومعسي قلبك بكندرتك معس، لانه على هو مالي ملاحظه عمره ما رح يلحسك الدبس. روحي طلقي اليوم قبل بكره، لانه هو اللي افترى وتجنى واساء، والحمد لله امور ديننا يسرى وربي بعدي اسمه وكرمه معزز النساء. جادك الغيث اذا الغيث جادك الغيث اذا الغيث يا زمان وصل بالأندلسي. آي ليلى آي ليلى آي ليلى آي ليلى ليلى ليلي عيني. أسألي هيك بدي فوت لعند القاضي، بتمنى ما يكون عنده حدا وقاعد فاضي. تفضلي بس خلي عبارتك مختصرة لأن مولانا ما بيحب اللعي والسرسرة. يعطيك العافية يا سيدي القاضي. الله يعافيكي ويعطيكي ليرضيكي. مري يا بنتي. حضرتك القاضي مهربان منتظري؟ مهربان منتظري؟ شو أنتي فاتي على دكان وعم تتحذري؟ العفو يا سيدي على هالعيبة، بس طارت مني المعلومة من الهيبة. الحق معك، اتفضلي قولي شو بتريدي. أنا باختصار يا سيدي عندي مشكلة عويصة، وبتمنى تعطيني الفتوى وتاخد بإيدي قبل ما تصير حياتي خبيصة. ولا يهمك، إن شاء الله بعطيك الفتوى وبتدعي لي، وبعون الله القدير ما رح غشك. بس قبل كل شيء يعني يا ريت ترفعي لي هالمنديل السميك عن وجهك، مو منشان شي يا بنتي، لانه ما بدي اوقع بفخ الاحتيال، وبهالصوره راح اعرف ان كنتي مره محجبه
ولا رجال. أمرك يا سيدي القاضي، كرمال عيونك رح أرفعه، وطالما حضرتك عن هالشي راضي فكلامك أمر واجب علي أسمعه. سبحان الله يا بنتي على هالوش وعلى هالوجود المعتبر. أمنت فيك يا من رشيته بالبراءة رش وأمرتنا بغض النظر. تفضل يا أختي احكي لي حكايتك، وإن شاء الله تكوني مظلومة، لأنه يلي جمالها مثل حكايتك بتظلم بلد وبتقلب حكومة. أنا يا سيدي لسه ما وصلت لهالمواصيل، أنا بنت طيوبة كثير ودرويشة، بس يمكن جوزي يكون هيك لأنه سئيل وعامل لي بالبيت طاووس براسه ريشة. هاتي لشوف، سمعينا ورح أطلب لك مليسة. المليسة عندي طالعة من عيونها، وإن ما حبيتيها بعمل لك هريسة. عم تخجلني يا سيدي، أنا مالي ضيفة ومالي متوقع أحظى بهالدلال. صحيح، بس باينتك مؤدبة وشريفة وأنا روح قلبي هالخصال. أنتي إنسانة لطيفة وقارورة، وأنا ملزم أترفق بالقوارير، ولو كنتي غليظة ومغرورة كنت حولتك لعند خنشور من الخناشير. سبحان الذي خلق لك هالصورة، والحمد لله يلي مالي أعمى وضرير. هاتي لشوف، سمعينا حتى نعمل اللي علينا. أنا يا سيدي متجوزة من شخص واعتبرته ملاذي وسكني، وكان نقدي ليرة سوري أيام الرخص، بس هلأ بعطيه مليون حتى يتركني. ليش يا بنتي شبه؟ ما بعرف، بس الجني أحياناً بيركبه. شلون يعني؟ يعني صاير لسانه بسبع شطلات، وكلامه كبير مثل السم، ومسباته مثل العصب العجلات، نقص عمري وموقفة بعروق الدم. مثل شو هالمسبات؟ يعني من تحت الزنار ونازل؟ حاكم الرجال إلهن نهفات، ويا ما عاملين بنسوانن عمايل. أعوذ بالله، ما وصلت مواصيله لتحت الزنار، بس بيني وبينك خايفة توصل، ولهالسبب قصدتك وأنا على نار قبل ما يلي خايفة منه يحصل. يعني بدك مني أفرك إدنه؟ لا، بدي تخلصني منه. اسجن لك يا؟ لا. افرم لك يا؟ لا. خوف لك يا؟ لا. هدد لك يا؟ لا. بدك يعني انصحه؟ لا. اهينه واجرحه؟ لا. اعمل له رصة؟ لا. سبب له جرصة؟ كمان لا. ايش بدك مني اعمل فيه؟ بدي تطلقني منه. بدك تطلقيه؟ طبعا، لأنه ما بيسكت على الإهانة إلا اللي ما عنده كرامة، وأنا بنت مرباية وإنسانة وما بحب كسر الشقامة. عم تحكي من عقلك؟ طبعاً. بدك تطلقي بعليك؟ قطعاً. وإذا قلت لك تمهالي؟ ما في جنس الأمل. وإذا ترجيتك لا تتعجلي؟ سبق الصيف العذل. يعني مصرة؟ ما في رجوع بالمرة. يعني بدك يعني طلقك منه؟ يلي ما بيحترمني ما بسأل عنه. طيب، شو رأيك إذا فتت بيناتكن واسطة؟ وشو بدها تعمل بالوش العكر الحلاقة والماشطة؟ بس ما في إنسان كامل الأوصاف، بقى لطوجي وتموجي. وليش بقى ما في كامل الأوصاف؟ روح إذا بدك اسأل الموجي. بيت مالك سهلة. كل شي بيهون ولا اسمع كلمة بغلة وقبل المزلة. هيك كان يقول لك؟ المسبات عنده أكبر علة. وغيرها في شي تاني بأخلاقه؟ بكفي هالمسبات حتى تكون سبب طلاقه. طيب خليني أفكر على مهلي حتى ما يسبق علمي جهلي.
تفضلي يا آنسة، هالهريسة بالقطر مغرقة، كلي قبل ما تصيري عانسة وقد ما ينادوا لك الناس يا مطلقة. يو تضرب لك هالملافز يلي ما إلها مناسبة ولا مطرح، شو بالظاهر مالك حافظ غير الكلام المشرشة؟ رولك رولك عذري يا أختي، هذا وليد ابن بنتي وأحياناً بيتحيوان وبيطلع كلامه مو مدوزن. الاسم الكريم درية عبد الرحيم. شوفي يا مدام درية، انت هلأ على نفوس جوزك وخانته، ومشان خلصك من هالبلية بدي منك تعملي لي قالب جاتو. شو ها؟ قالب جاتو اعملي وجيبي لي اياه، وحتى تروح منه زناخته كتري فيه الفانيليا. على عيني شغلة من هي، وأنا راح أعتبر هالقالب إجرتي. أصبح إن شاء الله بكرة عشية بيكون القالب عندك وبحقق فرحتي. بس وينك يا درية؟ أنا بدي أشرط عليك هيك شرط غريب شوية. شو هو هالشرط يا سيدي القاضي؟ هو الحقيقة إعلاك مثل الجوز الفاضي. ممكن توضح لي؟ ولو سمحت تفسر لي وتشرح لي؟ بدي تشحد اغراض الجاتو من عن جاراتك، يعني السكر والبيض والاواتيل الشياتك. ليش كفى الله الشر؟ معقولة اشحد وانا بنت الاكرمي؟ يعني اذا كنت ناوية تجيبيها البر بتشحدي الباكينج باودر والطحين. اذا كان هذا طلبك فانا قبلت كرمال مقامك وهيبتك، بس عجلني بالموضوع، يسلم لي شنبك ويخلي لك اولادك ويعزل لك شيبتك. لا تخافي وقعتي بحضن أبوك وأمك، والقاضي مهربان منتظري تحت أمرك، وكل شي بيدعم مصلحتك وبيهمك رح أعمله حتى أبهجك وسرك. خاطرك يا سيدي. بدون ما تبوسي إيدي؟ هات إيدك لبوسة وحطها على راسي يا تاج راسي. خدي خدي اتسلي فيها على الطريق وحلي منك هالريق. يسلم. غاب عن عيني الضياء، غاب عن عيني الضياء، غاب عن عيني الضياء، غاب عن عيني الضياء، يا قمر دار يا فتاح يا علي. مين؟ أنا درية، درية عبد الرحيم. درية فوتي فوتي. أهلين بنور عيوني. أهلين ست درية، ست الستات، ومالك علي يمين تحلفيني مشتقت لكم يا يعني. وأنا كمان اشتقت لك، واعذريني على التقصير، ولو ما كنت اشتقت لك ما بجي، بس اشتقت لك كثير. شو عم تعملي بهالايام؟ شو عم تساوي؟ شلونك انت وابن عمك؟ مثل الجاجه والواوي. ما بدي اشرح لك كثير وزيد همك. المهم شلونك انت وافنديكي؟ ان شاء الله داير باله عليكي. داير باله علي؟ تعي اسمعي لكان شو عم يساوي فيه. خير يا طير، بعلمي انت وياه قدره ولقيت غطاها. صحيح، بس هذا لما كنت عروس، لما كان يبكي اذا شكني دبوس. ايه وهلا؟ هلا انا وياه بدنا نتطلق. يوه شو هالحكي يا درية؟ عم تحكي عن جد ولا عم تنكتي؟ قصتنا أنا وجوزي مستوية، وهالمسائل ما فيها تنكيت ولك خيتي. أنا مبارح كنت عند القاضي مهربان وطلبت منه يطلقني من هالإنسان. وليش على غفلة نويت تطلقيه؟ هيك بدي طلقه. الأفندي صاير كلامه قذر، بيسبني وبيبهدلني وبفش خلقه، وصاير إنسان وسخ وزفر. وشو قالك فضيلة القاضي؟ أنا متأكدة إنه قال لي إنه قصتك عليك فاضي. بالأول هيك اعتبرها، بس اقتنع بعد ما أقنعته وقال لي رح أجيكي من آخرها وبطلقك منه إذا عملتي لي قالب جاتو. هيك قال لك بسلامته؟ طبعاً، وهش للموضوع وبش، وقال لي ما بيجوز ينبنى بيت الزوجية من قش، وطلب مني اشحد أغراض الجاتو من الجيران وممنوع اشتري أي غرض من الدكان، ولهالسبب بدي تشحديني شوية طحين والاتكال على رب العالمين. من عيوني هلأ بجبلك، بس تقبريني يا درية راجع عقلك.
راجعت وصبرت كثير، بس كل ما له جوزي عم يتجائر، ومهما كان الامر صغير بيسبني مشانه ومنتنقر. يعني انت دائما ما عليكي حق؟ تندهشي اذا قلت لك لا، بقى شو رايك؟ اي والله انا بشوفه منيح لهالزلمه، وماشي بين ايديكي مثل النعجه والغنمه. تعي شوفي اللي عندي، كل يوم بيعمل صرعه، وياما ياما من ضربه مفقفل جلدي، ولهالسبب من البيت انحرمت الطلعه، كل ما بقول له روق شوي وهدي بينزل فيني بالاربعه. ليش بقى؟ شو السبب لقلت هالقد؟ السبب انه جوزي اللهم عافينا سكرجي، ليل نهار داير على سكره، وانا لاني بعرفه بسكر وخمرجي مشان هيك بتحاشى شره. وشو ما عملتي بيضربني وعلى تمي بيسفقني وبينزل فيني حشك ولبك، وياما مهبر لي وشي قدام ابني، وياما ولويلي واصلي للنبك، بس ما بيعيفني وبيتركني ليطحن عظامي مثل الكعك. اضرب عليك يا مديحه، والله عيشتك بتقرف اللي عمره ما قرف. وحتى اكون معك صريحه، الله يصرف عنك هالانسان اذا بينصرف. وصرت اعرف يا دريه اسماء المشروب من كتر ما بيسكرها قدامي هالمضروب، صرت اعرف الفودكا والويسكي والجن، وصارت ريحه بيتنا خم مثل الزريبه والقن. صرت اعرف النصيه والدبجانه والبطحه، وصرت اعرف من نوع المشروب بعد كم ساعه بيصحى، ولما بيجي سكران بيندفس بتخته وبيستفرغ فيه، وعدي بقى نطفي من تحته. اخ بقى بدك تطلقي جوزك بس لانه بيحكيكي كلام كبير وبيتمسخر عليكي؟ يسلم لقلبي هو ومسحه شو امير، يا نيالك فيه ونياله فيكي. يلا لقوم جيب لك الطحين وعمل لك فنجان قهوه، ما بدي زد لك البلاطين وزيد فوق بلاويكي بلوه. عم قل لك بيتمسخر علي على الطالعة والنازلة، وكلامه دج، وإن كنت عاملة شي ولا مو عاملة، سقف البيت من كلامه الزنخ بيرتج. يعني ما قال له إلا هالعملة؟ إيه ليش قليلة هالشغلة؟ إيه بس ما شاء الله عليه. أنا دايماً بشوفه حاطط راسه بالأرض، وماله لا شوكة ولا دباحة، وما بيقطع لا سنة ولا فرض. بقى لا تتسرع يا درية، ولا تحملي السلم بالعرض. يعني بتريديني اسكت وهو نازل فيي بهدلة؟ الله وكيلك، تمه من كلامه الوسخ صاير مثل المزبلة. هلا انت في شي زعجك من جوزك الا زفارت لسانه؟ يمين بالله يمين بالله لو كان جوزي لضحي بعمري مشانه. شو هالحكي يا فوزية؟ ليش من ايمتك انت بلا كرامة؟ حطي بالخرج درية، بتضل زفارت لسان احسن من لقى الصرامة. ما فهمت عليكي، نوريني، شو قصدك تقبريني؟ هلا جوزك كل قديش وقديش بيطول عليكي لسانه؟ كل ما بشوفني ساكتة وآدمية بيتجاكر وبيطلع جنانه. حطي بالخرج درية، حطي بالخرج ومسحي وجهك بالرحمن. شلون بدي اتحمل بعد ما داب التلج وبان المر وانكشف قدامي هالإنسان؟ بيجوز جوزك يكون متضايق من شغله وما لقى حد غيرك حتى يتفشش، والزلمة مربى ببيت أهله، بقى إلا ما يرجع بأخلاقه يتكمش. وجوزك ابن عيلة ومربى، واللي على راس لسانه بيقوله يعني مكشوف قدامك ماله مخبى. وبشوية صبر منك بتنسيها العادة، لأنه عادة دخيلة. بقى تقبريني، صبري عليه شوي زيادة لحتى يترك هالعادة الرزيلة. هيك قولك؟ لكن تقبريني لكن. تعي شوفي اللي عندي، وشو مجقوم مثل قفا اللقان، ويا مين ترى مشحر ومصدي. ليش شو علته؟ شو علته؟ يا بلا إلهي بعلته. الأفندي لاحق لي القمار وعم يسهر لنص الليالي، وبيرجع متيس مثل الحمار ومقصر ومفلس وجعيره عالي. يمين بالله يمين بالله، والله على ما أقول شهيد، بيعني الصيغة والدهب، وقسما بالله بصباحية العيد ما كان عنا حق كاز ولا حطى. بقى معقولة بعله كل صيغتي وذهبي وشقى عمري وشغلي وتعبي حتى يروح يحطهم بالقمار ويرجع على البيت ما معه حق سكر مطعم لهالصغار؟ معقول؟ عم قلك جوزي شيطان وراكبته ملايكة الجان، عايش بهالقمار على الوهم، ولصدري كل يوم بسدد سهم، وعلى قولة بكرة المصاري بيرجعوا وبيبني بخياله قصور وبيطير بالعالي مثل النسور. ولما بيخسر على الطاولة كل شي معه بيرجع زليل مثل الصرصور. لا وفوق كل هاد بخيل وكالحوس، حتى لما بيكون ربحان فلوس يخرب بيته وبيت بيته. ليش ايمتى ربح؟ يا ريته ربح شي مرة، يا ريته حتى حس قلبي فرح. ولما بيربح بفعل الحظ بيغدينا مجدرة بيعشينا جز مز، وأنا قاعدة مقهورة وحزينة وبعمره ما رد لي ديني، حاسة بالظلم جواتي وخايفة على مستقبل ولادي وبناتي.
البيت ورهن ورهن وضوع قيمة البيت بالقمار. بقى هذا عنده مخ وذهن بس لازم أصبر مشان الصغار. اضرب عليهم بيقطعوا القلب. ولك هدول الصغار حبايب الرحمن وعصافير الجنة وأبون عم يزل حاله وينهان مشان يسمع للذهب رنه. ويا ما قلت له الرزق الحلال ما بيجي من ورا البوكر ولا من السبعة ونص ولا من الجوكر. الرزق لازم يكون شريف ومصدره نقي ونظيف. بيقوم بيجعر وبيقول لي معك قرش بتسوي قرش وما بيهم المصدر. وكل ما بيوعدني بالعفش الحلو والفرش منتراجع وبتكتر ديوننا ومنفقر. شو بدي اعمل؟ الله باليني بهالزلم المخيف اللي على طول ناتفني ومنتوف لحتى طعمي ولادي كسرت الرغيف. عم بشتغل بالصنارة والصوف. بقى إذا بدك تطلقي من جوزك فكري وخلي باب التفاهم مفتوح وأوعك تسكري. بس المسخرة علي صارت عنده سوسة وبيحب يشوفني من غازة ودائما بيقول لي انتي مثل الجاموسة وبيضحك بغلاظة. المهم الله يصبر قلبك ويصبرني ولا يعكر صفو حياتك ولا يعكرني. رح اقوم جيب لك السكر. لا تكوني عم تضحكي وتمزحي. هلا معقوله جاي تشحدي من عندي باكن باودر وفانيليا للجاتو؟ ليش لا؟ حتى القالب ينفش وما يطلع مخفوس. وانا بحبه محمر وناشف وبيقرش وبلا البكن بودر رح يطلع معي مكبوس. ايه ما اختلفنا حبيبتي بس انتي مخبي علي سر. وشو عرفك؟ ولو ايه ما حلي اعرفك. في تحت لسانك حكي وما بيترك هالشي الا الانسان الذكي. طيب اذا حابه تعرفي قصتي قرريني حتى اعترف قدامك وقر. مأكد في ورا زيارتك ايدي سر. دريه انتي وشك فضاع مهما كنتي شاطره بالتمثيل وانا كمان ذكائي لماع وبعرف المزور من الاصيل. وبصراحه انتي فرحك مزور وعامله حالك طبيعيه. بقى يا ترى في شي بينك وبين جوزك ميسر؟ لا تخبي علي دريه. ايه ستي في انا بدي طلقه واذا حابه تعرفي مثل ما عم يحرقني بدي احرقه. ليش يا دريه؟ ايه والله جوزك ما في منه ويهنيكم بحياتكم بحبك وبتحبيه وعيشتكم هنية والله لا يفرق طول العمر بيناتكم. صحيح بس صاير لسانه مسنون مثل المنشار والمبرد. بتمسخر علي وبسبني مثل المجنون وانا ناوية طلقه واحرق. هلأ في إله علة غير انه بينجلق عليك وبيتمسخر؟ لا بس كل همه يغيظني ويجاكرني ويتكركر. وخايفة إذا سكت اليوم على الإهانة يصير كل ما دق الكوز بالجرة يعيد هالأسطوانة. ولك هذا وجعك وهمك يا غبية. إي والله يا صديقتي صفية. إيه لكان تعي واسمعي قصص اللي حاويته عندي شو بيعمل فيي ندالة. بتعطر له وبتحمر له وبرقص له هندي وهو مو فارقة معه ولا أبالي. ليش بقى؟ لأنه هالحيوان روح قلبه النسوان وكل يوم بيعشق علي وحدة شكل. واحترت شو بدي ساوي مع هالإنسان يلي حواليه النسوان مثل الفجل. لا ولو كنت بشعة وعظمي مغصمس وختيارة وكبيرة بالعمر بقول الحق بإيده يطلع بغيري ويبصبس وبدور له على مليون سبب وعذر. بس القصة إني أنا حلوة وأمورة وقفى إيدي لصبايا الحارة مراية ودفني خفيف وغنجة وأحلى من الصورة. وأبي وأمي اشتغلوني على مرأة وتوصاية وكلهم بيقولوا لي أحلى من الموناليزا وبتفوتي على المتحف الفرنسي بلا فيزا. طبعاً لأنه جمالك هو الباسبور والفيزا. يا قطة أنت يا لذيذة. ايه وشو الفايدة إذا الأزعر اللي عندي عيونه زاغة وشرير؟ قسماً بالله كيف ما فكرت بحتار بأمره. ولو بيطلع بإيده يربطني بالجنزير بيربطني وبيدور على حل شعره. ليش بلا صغرة شو بيشتغل جوزك أبو عرفان؟ بسوق تفضلي يا ست تاجر زرار وخيطان. وأنا بسمي هالمهنة بيني وبينك مهنة الشيطان. المهم مشان ما ضوعه وأخسره بعتني بحالي كتير حتى ألفت نظره.
بس هو إذا شاف شعري مزبط بيقول لي خير شو الحكاية، وإذا لبست له مقشلط ومزلط بيقول لي طالعة مثل المعزاية. بالظاهر مزمار الحي ما بيطري، أو أنا مثلا وشي بشع ومكري. فشار اي والله التطليعة بوشك بتسبي النظر. الله وكيلك، أبو عرفان قدام النسوان خفيف وبيعمل حاله لطيف، وبعمره ما كان شريف ولا كان مرة عفيف، ونظرة نظرة من بنت حلوة بتبلفه من كتر مو سخيف، وفوق منها ظانن حاله نكتي ودمه خفيف، بهرج للنسوان وما في أثقل من دمه يا لطيف. صدقيني يا صفية أنا مندهشة. عم قلك مو ناقص إلا يغازل المقشة وينيمها جنبه بالفرشة. لأ وعمره ما وفر بنت مدينة ولا فلاحة، والبشعة عنده بتتدبر مهما كان عنده أباحة. يا لطيف شو ها؟ هديك المرة علق جاكيته بقوط الصفرة، جيت لحتى نفض عنه الغبرة لقيت على كتفه شعرة طويلة كتير وشقرة، وريحة الجاكيت عطر نسواني وعلى الأغلب سوار دوباري أو أرماني. سألته شو القصة يا أبو عرفان ومين مقرب عليك من النسوان، وما شف لك إلا واحد غلى وفار مثل المرجل على النار، وقال لي أنا زلمة بريء وظنك فيي مو مطرحه، لأني لو كنت أزعل ومري كنت خبيت الجاكيت وما بشلحه. قلت له بس ريحة الجاكيت عطر يا تقبرني، والعطر نسواني وزخم. هام قال لي جاري بالزور بخني وعطرني وقال لي باينتك اليوم وخيم. وصدقتي؟ إيه ما بصدق لو بلع ورق المصحف، لأنه عم ينحف حاله كتير ومدري لمين عم ينحف. لأ مرة بلاقي روج على محرمته، ومرة إشاني مزرقة شفته، ومرة لقيت حلقة بطلت طربوشه، ومرة شفت بري لازق برموشه، وبعد هالشي بيبكي وبيقول لي أنا بريء، أنا عمري ما بست غيرك ولا بوسة، وبيشعر لي بكلامه بقلبي حريق، وهو عم يطير من وحدة لوحدة مثل الناموسة، يلعن ساعته شو وقح وجريء، ويجعل له على بلاط جهنم دوسة، وفوق هالشي ما عنده عدالة، وبعمره ما باسني من وشي وكأني سطل زبالة. رح موت يا دري رح موت، مجنني هالزلمة ومشيبني، وحاس حالي بدي اصرخ وارقع الصوت بلكي اذا عيطت هالصرخة بتريحني. هص تقبريني هص، يخرب بيته شو نمس، بيتطاول على اعراض الناس مثل اللص، ولما بيختلي بمرته ممنوع اللمس. والله الرجال اللي عندهم سوء نية لازم تحبسهم الجنائية، واللي بيطلع بغير مرته بجقارة لازم يدكوه بالنظارة، مو هيك درية؟ قومي هلأ هاتيني البكن باودر والفانيليا وحاجة تشهقي وتنزلي دموع، والله انتي أحلى من غادة الكاميليا، ويا حوينة جمالك بهالمصروع. شو قلتي لي بدك؟ هلأ بيكفيكي علبة ولا جيب لك علبتين؟ يلا رح جيب لك علبتين. يا وليد تعال عندي. اسمع هالشعر ما أحلام، وإذا ما عجبك لا تجاملني ولا. حاضر مولانا مهربان، أنا تعودت معك على الصراحة، والله لو كان الشعر شو ما كان بدي أقول لك حلو ونفسي مرتاحة. اسمع هلا اسمع اسمع بخراس، ريتك تضرب بهالراس. اسمع شو قال أبو فراس. جاءت معذبتي في غيهب الغسق، كأنها الكوكب الدري في الأفق، فقلت نورت يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق. اسمح لي يا فضيلة القاضي، هذا اسمع لك على الفاضي. شو قلت لا؟ انت قلت لي لا تجاملني، وهذا الشعر كتير تقيل عدني. لأنه ابنك ابن حمار، إن شاء الله مفكر حالك موسيقار وبتفهم بالأشعار. بجوز كون يا سيدي بهيم والله وحده العليم، بس يا مولانا أبو فراس ما قال هالأبيات.
يجوز ابو نواس. ولا ابو نواس. ابو قيس؟ لا مو هو. ابو غيس؟ مو بالضرورة. ابو ليس؟ ما بعتقد. ابو طويس؟ ما بظن. ان شاء الله يكون قايله مين مكان. بس الانشاد احيانا بيعطي وزن للقصيدة. يسعد صباحك مولانا مهربان منتظري. اهلا درية يا صاحبة الطلعة البهية. اهلا اهلا بقارورة العسل يلي بمرآها قلبي من الهم انغسل. انت هلأ يا مولانا عم تغازل مرأة لها بعد. صحيح، بس عيناي لا تكذبان وعم توصف يلي عم تشوفه بالفعل، ويلي ما بيمدح هيك جمال بيكون ما له فحل. تفضل يا سيدي، هي قالب الجاتو ما خليته يحترق على النار، سحبته من الفرن وقلت حاجته. قالب شو يا درية؟ شو نسيت يا مولانا؟ يلا السلام عليكم. لوين يا قطة؟ مستعجلة. شو بالظاهر ما بدك تطلقي جوزك؟ تف من تمك يا سيدي، اي قبرني جوزي من بين الرجال وتقبرني مسباتة شو خفيفة الدم. اي والله القعدة معه ما بتخلي على القلب هم، خليه يتمسخر ليشبع بس ما يحب غيري، ساعتها والله بفقع. الله يهنيك يا بنتي ويخلي لك قيس يا ليلى، ومنيح يلي طبع جوزك فهمتي، وبالنهاية هالعادة رح يلاقي بديلة. يلا خاطرك. قولي لطيفك ينثني عن مضجعي وسط الرقى. اجرتي عم باكل باجرتي.